بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، من مقتضيات التربية ألا يلقي المربي العلم على المتعلم دفعة واحدة، بل يتدرج معهم مراعيا قدراتهم وفروقهم الفردية، وعليه أيضا أن يحدثهم بما يطيقونه أو يتقبلونه، وإلا كان ذاك الأمر صعبا عليهم.